أبطال مصر دائما ما يكتبون أسماءهم بحروف من ذهب في كل مجال وكل منافسة يدخلونها بقوة، وهو ما فعله بطلون اليوم في منافسات البلياردو الذي خاض العديد من المسابقات والبطولات المحلية والقارية واستطاع أن يحصد ألقابها باقتدار. محمود يحيى الهريدي صاحب 22 عاما، لاعب سموحة ومنتخب مصر في البلياردو، نجح في العديد من المنافسات وتوج بطلا للجمهورية في مسابقات الناشئين تحت 18 سنة موسم 2015. وفي عام 2017 كانت بداية التتويج بثلاثة ألقاب متتالية لبطولة الجمهورية تحت 21 سنة أعوام 2017-2018-2019، كما شهد عام 2018 تتويجه ببطولة العربي للناشئين، وحقق نفس الإنجاز في 2019. ولم ينتهي عام 2019 إلا وكان قد حقق فضية البطولة العربية رجال، وحصل على كأس مصر مع نادي سموحة ولقب بطل مصر للجامعات. المنافسات والبطولات لم تتوقف عند محمود يحيى عند هذا الحد، بل يأمل في تحقيق إنجازات أخرى على المستوى القاري والعالمي حين يشارك في دورة الألعاب الإفريقية للجامعات 2022 بكينيا. معانا بطل زي ما حضراتكم شفتوا في لعبة يمكن أغلبنا ممكن أنه يلعبها لما بيسافر، يلعبها كتسلية مع صحابه، وفي ناس بيلعبها هواية، لكن هي فيها احتراف وهو احترف فيها ودخل كمان مسابقات وبطولات محلية وبنتكلم قارية. خلينا نعرف أكتر عنه، عن مشواره وعن سنه وعن حياته كمان الشخصية، ونعرف بالظبط وصل لغاية ده فين، خصوصا أن زي ما قلنا هي لعبة يعني لما بتسمع أن حد احترف فيها ممكن برضو تستغرب. إحنا كنا فاكرين بلياردو ده ممكن نلعبه على سبيل كده الهواية خلاص. خلينا نرحب بمحمود يحيى الهريدي بطل الجمهوريه في البلياردو. يا صباح الخير عليك. نورنا يا محمود، وحمد لله على السلامه. ابن بلدي اسكندراني، وكنا بنتكلم قبل ما ندخل دلوقتي في اللينك ده، وعرفت ان في كتير من معارفه حبايبي، بس قال لي في وسط الكلام جمله عايز اقول لك، خلاني كده ايه، عملت فلاش باك، قلت ياه والعمر بيجري للدرجه دي. قال لي بيوصل لي سلام يعني الحبايب محمد حموده وريم، يقول لي انت عارف اللي مربياني ريم سمير اللي كانت معاك في الفصل، بعد كده بصيت كده اللي مربياني كانت يا محمود انت منورنا. وطبعا تحياتنا لريم ولمحمد حموده، سعداء جدا لوجودك معانا، وحاجه مشرفه للاسكندرانيه. ربنا يخليك. طيب زي ما كانت نهوان بتقول فعلا، يعني دي فعلا ملحوظه في محلها، البلياردو بصفه خاصه دونا عن باقي الرياضات لما حد بيمارسها غالبا ما بيمارسها على سبيل الهوايه فعلا او تمضيه وقت لطيف، لكن انت خدتها احترافه من اول يوم. برضو النشأة والأعمار الصغيرة غالبا لما بييجوا يبتدوا يمارسوا رياضة بيختاروا رياضة جماعية رياضة فردية، بس البلياردو غالبا ما بيكونش من ضمن دايرة الاختيارات، فإيه اللي حصل معاك؟ اشمعنى؟ البداية كانت إن أنا أصلا كنت بلعب كورة في فريق نادي سموحة. أوكي. لحد سن 16-17. كنا على طول بنروح بعد التمارين نروح نلعب بينج بونج وبلياردو. أيوه طبعا كده، وبلياردو العادي المتعارف عليه يعني اللي هو البول. بول. بس ففي مرة شفت صالة السنوكر شدتني، حاجة كنت بتفرج عليها زمان على التلفزيون بس ما كنتش عارف بالظبط ايه هي يعني. فلما شفتها الحقيقة بقى اتشدت ليها. ف مرة في التانية يعني بدل ما بروح العب معاهم بول او حاجة بخش العب سنوكر. اوكي. بس فيعني جت كده، هي رياضة يعني شيك وراقية جدا الحقيقة، ما ده اللي شدني ليها. وبعد كده ما عرفتش اوفق بين الكورة والدراسة والسنوكر بعد ما لقيت نفسي فيها، ولقيت نفسي ان انا لا في موهبة وبتمرن عشان انميها، ابتديت اخش بطولات، فخلاص كرست رياضتي السنوكر يعني. جميل. انت بتدرس كمان صح؟ في الأكاديمية العربية. العلوم والتكنولوجيا، هندسة ميكانيكا. حلو جدا يعني، محتاجه شغل ومحتاجه وقت، محتاجه حاجات كتيره، وفي نفس الوقت انت بقى بتتمرن قد ايه يعني؟ خلينا نفهم بالظبط. هو الحقيقه انا حابب اشكر الجامعه الاكاديميه العربيه برئاسه الدكتور اسماعيل عبد الغفار، ان هم الحقيقه لاي رياضي يعني ان هم بيوفروا كل يعني بيوفروا المناخ المناسب لاي رياضي ان هو يعرف يوفق بين الرياضه والدراسه.
ولو لقينا في كاس العالم لكره اليد في لعيبه كتير من منتخبنا الوطني في الاكاديميه. جميل. فالحقيقه انا بشكر الاكاديميه على اللي هم بيعملوه يعني لاي رياضي يعني. انا بتهيألي برضو السنوكر فيها شيء من الهندسه برضو ولا ايه؟ اكيد فيها فنيات طبعا. هي بيبقى الاعتماد الاكبر على ايه؟ هل على حساسيه الضربه؟ هل على الرؤيه والنظره الثاقبه؟ هل على توقع الخطوه اللي جايه؟ يعني ايه المفاتيح بتاعت التفوق في اللعبة؟ كل حاجه حك قلتها دلوقتي هو بتعتمد يعني ذهني، توافق عضلي عصبي، نفسي ازاي اتملك اعصابي ما عشان اعرف اخد القرار الصح. بس فهي كل يعني كل حاجه دي. بص هقول لك على حاجه، احنا الويكند اللي فات انا رحت اسكندريه مع ناس صحابي ولعبنا في نادي السيد، لعبنا بلياردو يعني مش عارفين ده نوعه ايه حتى يعني انت اشرح لنا. بس اللي انا يعني هقوله لك ان واحنا بنلعب يعني برضو تحس ان انت الكوره هتدخلها خلاص، دي هتخبط البيضه، هتخبط في اللي هي الكالرد اللي هي الملونه وهتدخل، وبتلاقيها هندسيا فعلا زي ما انت بتقول راحت حته ثانيه خالص. اشرح لنا برضو يعني للناس اللي عايزه تفهم التكنيك شويه واحنا منهم. وانا هقول البلياردو بشكل عام يعني هو بلياردو بيتقسم لثلاث انواع. في البول ده اللي هو متعارف عليه، وفي حاجه اسمها فرنساوي او كارم بتبقى من غير بوكيتس كده، بتبقى بثلاث كور بس. في بقى السنوكر ده انا متخصص فيه يعني. بس فهو السنوكر يعني اكتر لعبه فيها قوانين واكتر لعبه فيها تاكتكس يعني. طب يعني من غير ما ندخل في التفاصيل، بس هي مبدئيا المبادئ العامه بتاعت السنوكر فكره ان انت بتوقع كوره حمراء بعد منها بترجع لواحده من الكور الملونه، بعد كده كوره حمراء واحده من والملونين دول برضو ليهم كل واحده ليها رقم معين يعني بوينتس معينه. الكور الاحمر بيبقى 15 كوره والالوان بيبقوا 6، وكل لون بيبقى له سبوت على الترابيزه. متعلم يعني. في اليالو باثنين، الجرين بثلاثه، البراون باربعه، البلو بخمسة، البينك بستة، البلاك بسبعة. هو التارجت عشان احقق الابناط بتاعتي ان انا اوقع واحدة احمر، بعد كده اختار اللون اللي يناسب الوضع بتاعي على الترابيزة عشان اعرف اكمل اللعب بتاعي. مش لازم ان انا اطمع مثلا اوقع كرة حمراء بعد كده العب البلاك اللي هو اكتر ابناط. مش شرط، لازم ان انا ابلان البريك بتاعتي على الترابيزه واعرف اخد ايه الاول، بعد كده يعني امهد لنفسي ان انا يعني اكون موجود على الترابيزه يعني. بالظبط، اكون موجود على الترابيزه اطول وقت ممكن. طب والبطولات بقى اتكلمنا عنها يا محمود اكتر، يعني في المغرب كمان البطوله الافريقيه اللي كانت في المغرب. هو ان شاء الله هي لسه شهر 5 شهر 5 الجاي. انا بشكر الاتحاد الرياضي للجامعات واستاذ محمد الاماح هو رئيس الاتحاد الافريقي، هو اللي مسك ملف بتاع بطوله الجامعات مع التعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، وان هم عملوا اول بطوله سنوكر للجامعات لاول مره في التاريخ. هم ادوا فرصه لابطال الجامعات ان هم يبقى ليهم مقعد في بطوله افريقيا، وكده كده بنتاهل لدوره الالعاب الافريقيه في كينيا ان شاء الله 22. هايل. بس فان شاء الله. لا يعني فكره ان يبقى في فعلا تواجد لطلبه الجامعات، لان يعني دي تفصيله غريبه ان هي يعني استحدثت مؤخرا، ما كانتش موجوده من الاول. يعني حظي حلو. بالظبط كده. لا الاقبال كمان يعني يمكن زمان كان، خلي بالك الثقافه برضو بتاعت البلياردو مش منتشره كمان لصغار السن زي الكبار، يعني زي ما انت قلت هي لعبه كلاسيكيه شويه ممكن طبعا. يبقى الناس الكبيره طبعا. في السن هي اللي بتلعبها، بس ان تبقى متداوله بين طلاب جامعات بتهيالي برضو ما كانتش قامت زمان. انا ما توقعتش الشكل العام للبطوله، كان يعني الحقيقه كان شكل مبهج. حتى في الزي، ما هو احنا الزي بتاعنا لازم يكون حاجات الشياكه خالص، فيتيون وبيست ولبس كلاسيك يعني. فالناس كلها كانت ما شاء الله كانت كله ملتزم بكل حاجه، كان الحقيقه المنظر جميل. انا كنت يعني مبسوط جدا. انت اكيد بتتابع برضو البطولات الدوليه وخصوصا حتى يعني في اوروبا منتصب الكامل بس ماتشات البلياردو ولا بتسموها ايه في الحاله دي؟ ولا مباريات البلياردو؟ انت اكيد بتتابع برضو على الصعيد العالمي مين اقوى الناس ومين اقوى الدول ومين اقوى يعني العناصر في اللعبه دي، فمصر فين عالميا في البلياردو؟ هو المشكله الحقيقه يعني هو احنا عالميا احنا نقدر ان احنا نكون من الكبار يعني،
بس للاسف يعني بالنسبه للدول العربيه كلها يعني والشرق الاوسط احنا مش متواجدين من يعني من الكبار في اللعبه. ايوه ليه؟ ما هو خلي بالك حاجه، البلياردو بالمقارنه برياضات تانية يعني في رياضات تانية في مساحه ان انت تقول ان احنا عندنا مشاكل في الاتحاد، التمويل فيه مشكله، الفاندنج فيه مشكله، احنا بنتكلم على رياضه مش مطلوب لها غير يعني مقاديرها معروفه اصلا. هو بنسبه كبيره عشان ما فيش تغطيه اعلاميه يعني مناسبه للعبه، وبرده التمويل الوضع المادي مش مساعد ان هو ان احنا نكون موجودين في البطولات العالميه. هو البطولات العالميه ان احنا نكون موجودين في وسط الناس دي ونطلع القنوات اللي هم بينقلوا الماتشات المهمه دي. دول اتحاد المحترفين. زي ما في التنس الـ ATP والسكواش الـ PSA، في السنوكر حاجه اسمها WTF World Snooker Tour، WST قصدي. يا سيدي اي طرف حروف من عندك وكله هيمشي. فاحنا انا يعني تحت الاتحاد الهواة عشان اطلع العب مع المحترفين لازم اكسب بطولات معينه. اقرب حاجه لينا كمصريين هي بطوله افريقيا. تمام. اللي بياخد او بيكسب بطوله افريقيا بيتاهل، بياخد بطاقه المحترفين، بيطلع يلعب مع بيطلع يلعب التور يعني. اوكي. هو الفكره ان عشان اطلع العب التور لازم يعني التمويل او الوضع المادي يكون مناسب لل ان انا اقدر انافس في البطوله. هو المصاريف بتبقى كتير. أكيد. كتير جدا. فدي تبقى مشكله. معظم الناس او الناس اللي راحت بتروح المده بتاعتها وبترجع. او في اللي بيروح ما بيكملش يعني مش هيعرف ينظم تمرينه وان هو يكون مركز في الماتشات مع الوضع المالي. صعب. فدي بتبقى بالظبط بتبقى مشكله معظم الدول العربيه يعني. طب محمود الوقت بيجري بس انا عندي تساؤل، انا يعني جه في بالي دلوقتي، هل البلياردو رياضه؟ يعني هل اصلا دي بتعد رياضه لان هي مش معتمده على قوه بدنيه على قد ما معتمده على قوه ذهنيه؟ فخليني اعرف منك. تمام. لا هي رياضه. تمام. هي تعتمد على الـ 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 يعني القوه الذهنيه و زي ما قلت توافق عضلي عصبي، وان انا كمان اكون فت يعني مش لازم ان انا اكون مهمل في يعني ليها تمارين بعيدا عن ترابيزه البلياردو، في تمارين لازم تتعمل يعني مش شرط تمارين معينه، ان انا اكون فت عشان ده يساعدني ان انا افكر صح، ان انا في برضه التصويب ليك صح لما تبقى ماسك الستيك دلوقتي مثلا الماتش بيقعد وقت طويل، في ماتش يعني الماتشات ممكن تقعد 3-4 ساعات. ففي خلال الماتش ده انا ممكن امشي تقريبا 4 أو 5 كيلو بس مجرد اللف حوالين ماشي، وكمان ان الطاقه الذهنيه بتاعتي بتستهلك في التفكير وان انا اخد القرار الصح. وكمان نيوتريشن وقت الماتشات او وقت البطولات ما ينفعش ان انا يعني اهمل في اكل معين لازم يساعد على التركيز بالزبط. اكتر الكلام ده كله لو حتى عشان بيجي يضرب الضربه ما بيبقاش في كرش مدلدل على الترابيزه يعوق الرؤيه. بس فلا هي بتعتمد على كل حاجه الحقيقه، مش رياضه سهله زي يعني ما الناس فاكره هيفضلوا واقفين يعني الموضوع مش بسيط. لا الموضوع لا موضوع صعب. الله احنا مبسوطين بيك بجد يا محمود. ربنا يخليك. يعني فكره بطل الجمهوريه وبطل عرب كمان للناشئين دي حاجه جميله، وانت سنك صغير وناوي بقى قدام تحترف على المستوى الدولي يعني بس عشان ان شاء الله ان شاء الله يعني لو يعني جات لي فرصه ان انا كسبت بطوله افريقيا ان شاء الله ان شاء الله تاهلت محترفين ان شاء الله يكون في دعم اتحاد وزاره الشباب والرياضه وكمان يكون في من السبونسرز. والحقيقه من خلال حضراتكم يعني انا حابب اشكر الاتحاد المصري برئاسه الاستاذ عمرو الخلدلي على الدعم اللي انا شفته المادي والمعنوي في خلال السنين اللي فاتت دي كلها من خلال السفريات معسكرات. فحابب اشكر الاتحاد بكل اعضاء مجلس ادارته. انت نورتنا يا محمود، بنتمنى لك كل التوفيق وعايزين نسمع عنك بقى سمع خير ان شاء الله سواء في المغرب او في كينيا 2022. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. بالظبط، واحنا دايما بنقول لضيوفنا ودي حقيقه بجد والله يا محمود اسال كريم. ايوه انا شاهد. لما بيجي معانا ضيف وبيبقى لسه يعني عنده بطوله قريبه او حاجه قادم يعني على بطوله او كده احنا وش البرنامج عليه حلو. يعني ده حصل مع ضيوف كتير جدا وحضراتكم برده شاهدين انتوا تابعتونا، فيا رب ان شاء الله وشنا كمان يبقى حلو عليك وتحقق اللي انت نفسك فيه وترفع اسم اكيد مصر.
طبعا اكيد. نورتنا يا محمود، وان شاء الله ترجع اسكندريه بالسلامه باذن الله، وتحياتي لكل الحبايب هناك. هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل فقراتنا. اتفضل.